السلام عليكم اكلتنا النهارده اكله كل الناس بتحبها يعني الصغير بيحبها والكبير بيحبها وهي مسقعه باللحمه المفرومه انا هعمل المسقعه بالبتنجان وبالفلفل وبالبطاطس طبعا انا حطيت عليها بطاطس طبعا كل الناس بتعملها بالبتنجان والفلفل بس او او اغلب الناس انا حطيت عليها بطاطس عشان لو عندنا اطفال في البيت كمان يحبوها وياكلوها معانا معانا حبيتين بطاطس هنقطعهم بالشكل ده صوابع بالشكل ده او اي شكل تحبوه وهنرش على البطاطس شويه ملح صغيرين يعني حوالي ربع معلقه صغيره ملح وهنقلب الملح ده في البطاطس بعد كده هنحط البطاطس دي في مصفى عشان لو فيها اي مية تنزل من المصفة دي انا قشرت البطاطس وبعدين غسلتها بس ما قطعتها ما غسلتهاش بعد كده هقطع البتنجان انا معايا البتنجان العادي ده بس حجمه كبير شوية يعني مش البتنجان الصغير لا الحجم ده كبير البتنجان ده بيكون طري جدا وبيكون احسن من البتنجان الكبير القوي لان البتنجان الكبير اوقات بيكون فيه بذر بس البتنجان ده ما بيكونش فيه بزر ممكن نلاقي فيه بعض واحدة بس اكتره ما بيكونش فيه بذور هنقطع كل كمية البتنجان انا معايا هنا خمس بتنجانات وهرش عليهم كمان شوية ملح واقلب الملح في البتنجان وبرضو احطه في المصفى عشان ينزل اي ميه او سوائل موجوده في البتنجان هحط البتنجان جنب البطاطس كده بالشكل ده بعد كده هقطع الفلفل معايا انا فلفل رومي وفلفل حراق الفلفل ده حسب الرغبه في ناس ما بتحبش الفلفل الحراق ما تحطوش عادي بنجيب الفلفل الحراق ونفتحه بالشكل ده عشان لما نحطه في الزيت الزيت ما يفرقعش ويطرطش علينا ونتأذي ونقطع كمان الفلفل الرومي ثلاث يعني ممكن نقطعه اربع تربع حسب حجم القطعة الفلفل نفسها وكمان نشيل البذور الموجودة جوه الفلفل كده خلاص الخضار جهز دلوقتي هنقليه ممكن نحطه في الفرن على صاج الفرن بعد دهنه بالزيت وممكن نقليه في الزيت عادي بالشكل ده ما تخافوش هو مش هيشرب منكو زيت خالص الزيت ده بنسخنه بعد كده بنوطي النار يعني النار بتكون متوسطة بس لازم قبل ما نبدأ في القلي يكون الزيت سخن جدا اول حاجة هنقل البطاطس وبعد كده هنقلي البتنجان واخر حاجة هنقلي الفلفل البطاطس كده جاهزة لونها حلو جدا بعد كده هنقلي البتنجان البتنجان طبعا بنحط جزء جزء حسب كمية الزيت اللي عندنا وحسب كمية البتنجان ويا ريت الزيت ما يتزحمش بالحاجة اللي هنقليها بيه عشان تتقلي بسرعة وكمان واحنا بنقلبها ما تتهريش مننا كده لون البتنجان حلو جدا نشيله ما يوصل للون ده من الزيت انا بطلع الخضار ده في مصفى ما بحطوش على ورق مطبخ لانه بالطريقة دي هو ما اساسا ما بيشربش اي زيوت واخر حاجه خالص هنقلي الفلفل هحط الفلفل الحراق والفلفل البارد مع بعض اول ما الفلفل يوصل للون ده بنخرجه من الزيت على طول دلوقتي هعمل صلصه المسقعه عندي حوالي هحط في الحله او في طاسه حوالي 3 معلق زيت وعليهم خمس فصوص توم مفرومين وهشوح التوم ده شويه انا عايزه التوم ده يبقى لونه اصفر يعني ما يغمقش مني يعني ما يوصلش للون الاحمر يا دوب يصفر شويه كده خلاص التوم بيكون جاهز لانه لو اغمق طعم التوم بيمرر والصلصه كلها بيبقى طعمها مر ومبتبقاش حلوه خالص بعد كده هضيف الطماطم المعصوره معايا لتر الا ربع طماطم معصوره او نص كيلو او زياده شويه عن نص كيلو طماطم وبعصرها في الخلاط بضيف عليها معلقه ملح ونص معلقه بابريكا ونص معلقه كمون ونص معلقة كركم ونص معلقة فلفل اسود وكمان لو عايزين نضيف شطة بنضيف لو مش عايزين ما بنضيفش بعد كده هنقلب التوابل في الصلصة او في الطماطم وهنسيبها ونروح نعصج اللحمه المفرومه معايا طاسه ما فيهاش اي زيوت خالص بحط فيها كميه اللحمه المفرومه اللي عايزاها انا هنا استخدمت ربع كيلو لحمه مفرومه ممكن انتوا تحطوا اقل او اكتر هنفضل نقلب في اللحمه كده بالشكل ده لحد ما لون اللحمه يتغير يعني اللون الاحمر ده يبقى لون اللحمه كلها بني كده خلاص اللحمه اتعصجت هناخد اللحمه ونحطها على الطماطم او على الصلصه اللي بتتسبك هنقلب اللحمه كده في الصلصه بالشكل ده ونسيب الطماطم دي تتسبك خالص يعني تنشف من الميه اهي دي كده الصلصه بعد ما اتسبكت هنجيب طاجن او, أو صينيه الصينيه دي بتدخل الفرن ونحط فيها جزء من الصلصه كده في الصينيه بعد كده نحط نص كميه الفلفل المقلي وكمان نص كميه البطاطس وكمان نص كميه البتنجان ونحط كمان طبقه من الصلصه نفردها على الخضار المقلي بالشكل ده بعد كده نحط باقي الخضار المقلي باقي الفلفل وباقي البطاطس ونوزعهم بالشكل ده وكمان نحط باقي البتنجان ونوزعه هو كمان بالشكل ده في كل حته في الصينيه واخر حاجه هنحط باقي كميه الصلصه كلها على وش الخضار ونفرد الصلصه على الخضار بالشكل ده نفردها على الوش كله بعد كده هناخد الطاجن او الصينيه دي وندخله تحت الشوايه لحد ما ياخد لون او يتحمر من فوق ودي كده المسقعه جاهزه معانا نشف الوش بتاعها نشف خالص اهو او يتحمر شويه وبالهنا والشفا مقدما والسلام عليكم